موضوعنا الرئيس لهذه الحلقة يلقي الضوء على مشروع تطوير بنك المعلومات النفطي في اليمن. تلك الخطوة الهادفة إلى حفظ الثروة الوطنية المعلوماتية للنفط داخل اليمن والمساهمة في وضع السياسات الوطنية الخاصة بتطوير قطاع النفط والغاز وجذب الاستثمارات العالمية. مزيد من المعلومات في سياق هذا التقرير. يعد مشروع تطوير بنك المعلومات النفطي من أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال الصناعة النفطية في اليمن، حيث يهدف إلى استلام وفحص ومعالجة وتحليل وحفظ كافة المعلومات البترولية القديمة والحديثة المنفذة في جميع القطاعات البترولية في اليمن وفقاً للمقاييس العالمية المتبعة في نظم إدارة المعلومات البترولية وبناء قاعدة معلوماتية متكاملة من الصناعة البترولية، كما يهدف إلى تنفيذ الدراسات والأعمال الفنية المتعلقة باستكشاف وإنتاج البترول واقتناء وتطوير البرامج والأجهزة اللازمة لتكوين البنية التحتية لبناء قاعدة معلوماتية متكاملة للصناعة النفطية في اليمن، وذلك وفقا للأساليب والتقنية الحديثة ومعالجة وتحليل وتهيئة البيانات والمعلومات ووضعها في متناول القائمين بمهام الدراسة والتحليل الرقمي في الهيئة. ويتضمن المشروع شبكة معلوماتية والتي سيتم ربط بنك المعلومات بكافة الشركات العاملة في القطاعات البترولية بهدف متابعة المعلومات والعمليات المنفذة بمختلف القطاعات بصورة مباشرة، والعمل على إنشاء وحدة معالجة وتفسير للمعلومات الفنية الأولية وتنفيذ الدراسات البترولية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وجود مركز تتوفر فيه جميع المعلومات الجيولوجية والمسوحات الزلزالية ومعلومات الإنتاج والمكامن النفطية وحفر الأبار يمثل قيمة كبيرة للدولة ويعزز من عملية الترويج للقطاعات المفتوحة في اليمن ويفتح المجال لتنفيذ الدراسات التحليلية والتقييمية.